في البداية كل الترحيب بمعالي الوزير سعادة الأستاذ الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم على تشريفه لنا بشكل دائم وعلى إصراره اليوم أن يكون موجود معنا في تخرج الأستاذ رفعت، فكل الشكر والتقدير لسعادتك. شكرا للأستاذ أشرف القاضي على حضوره وتشريفه لنا، الأستاذ محمد نصر، الدكتور أحمد جلال، كل طبعا الزملاء أعضاء هيئة التدريس، السادة وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس وكل الإداريين بالكلية أو بالجامعة، كل الشكر والتقدير لحضراتكم. وأستاذ رفعت طبعا من الشخصيات غني عن التعريف. أستاذ رفعت شخص مخلص بمعنى الكلمة في عمله، كل من تعامل معه من بعيد أو من قريب يشكر فيه الأستاذ رفعت. خبرة عالية جدا الكلية بصراحة اليوم، مش هنقول افتقدت أو تفتقد، لكن هنخسر وجود الأستاذ رفعت بينا بشكل دائم في إدارة شؤون الطلاب، لكن احنا دائما وأبدا على تواصل معاه إن شاء الله بشكل مستمر لنستفيد من الخبرة العالية للأستاذ رفعت. الأستاذ رفعت قد يبدو من أول مرة إنه عصبي، يعني اللي اتعامل معاه ممكن يقول انه الاستاذ رفعت عصبي ومش عايزين نتعامل معاه تاني، لكنه ابيض يعني قلبه زي الحليب كده، وحتى ابنائه بيقولوا نفس الكلام، يعني يبدو من اول مره انه عصبي، لكن لما تقرب منه وتتعامل معاه شخصيه فوق الوصف، متفاني في عمله، في عمله خبره عاليه جدا في مجال شؤون التعليم والطلاب. نتمنى من معالي الوزير انه يقدر يوظف او يستفيد من خبره الاستاذ رفعت في الجامعه باي شكل من الاشكال، بس يبقى في الجامعه وداخل كليه التربيه. فبصراحه خبره تفتقدها الجامعه، نتمنى لو في اي فرصه من معاليك للاستفاده من خبرات الاستاذ رفعت يبقى كل الشكر لمعاليك. انا مش هطيل اكثر من كده لانه الرئيس عنده التزامات وارتباطات كثيره جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.